ده دكتور شربيل. دكتور شربيل انتوا وين في هذه المعمعة اليوم؟ ما قدرتوا انه توصلوا كثورة شخصية شيعية تقدروا ترشحوها بوجه الرئيس نبيه بري كخيار ثاني في مجلس النواب؟ وين ممكن شو رح تعملوا بهيدي الانتخابات برئاسة المجلس تحديدا؟ قبل ما جاوبك على هذا السؤال اسمحي لي بس وجه سؤال لدكتور بلال عبد الله. عم بقول وليد بيك تربطوا علاقة جيدة تاريخية مع دولة الرئيس نبيه بري. سؤالي لك، هي العلاقة الشخصية الجيدة هي الكريتير على أساسها نحن بننتخب رئيس مجلس النواب، أو نحن عم ننتخب مشروع معين؟ هي العلاقة الشخصية هي الكريتير أو لا؟ بتصور فهمني غلط زميل؟ ما بعرف. خلينا نوضح بس. أنا قلت علاقة تاريخية سياسية من يوم إسقاط 17 أيار حتى تاريخ اليوم، لفترة فتح طريق المقاومة على الجنوب اللي قمنا فيها إلى حماية الوطن بالحد الأدنى بقرار الوطن المستقل. ما حكيت عن علاقة شخصية، أنا بتمنى طيب. بس هذا الموضوع يكون واضح وبرجع بقول منيح إنه طرح سؤاله ووضحت له إياه. أنتوا وين دكتور شريف؟ بس خليني يا شريف، أنا اليوم أحترم الطائفة الشيعية اللي هي انتخبت الزعماء أو الأشخاص اللي بيمثلوها، هذا الشيء أنا بحترمه ونحن بدنا نتعامل مع هالشيء لأنه نحن واقعية. بس اليوم نحن لما ننتخب رئيس مجلس نواب بدنا نتذكر انه مجلس النواب بالفترة السابقة اخيرا كان معطل. وين المحاسبة اللي كان يقوم فيها مجلس النواب للوزارات اللي كانت عم تاخذ قرارات ضد الشعب؟ مين وصل البلد لهون بسياسات اقتصادية ومالية فاشلة؟ اوكي كله مجلس مجتمعا. نعم مجلس نعم. مجتمعا بس نعم. انا هلا سؤالي واضح ومحدد. ما رح وصلك رئاسه المجلس، ما رح وصلك شو رح تعملوا فيها. ما رح وصلك، يعني نحن اليوم عم ننتخب، ما عندنا مشكله شخصيه مع حدا. اوكي ونحن منك متر هالقد. لا بدي اوضح لوضح يعني. لا ما هي مش ايه او لا حالك. من الاخر اذا بدك الجواب ايه؟ نحن ما رح ننتخب دوله الرئيس نبيه بري. شفت ما في بس اول منك. بس بدي اوضح لك، بس هذا ما بيمنع لانه هو المرشح الوحيد. نحن بده يصير في تعامل بكره معه، ان من ناحيه تطوير القوانين اوكي، ان من ناحيه تفعيل المحاسبه اللي بدها تصير بمجلس النواب للوزارات، لانه بالفتره السابقه ممتاز. كان مجلس النواب معطل. ممتاز. دكتور اسامه سعد والدكتور عبد الرحمن البزري بيوافقوك على هذا الكلام؟ أكيد. لن يصوتوا للرئيس نبيه بري؟ أكيد أكيد. حكين مع بعضكم فيها يعني؟ طبعاً. وعنا اجتماع نهار الأربعاء الرئيس؟ بنيابة الرئيس ما حكينا بعد بالموضوع، نهار الأربعاء عنا لقاء رح نحكي بالتفصيل بهالموضوع. إذن لن تصوتوا بهذا؟